السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيكون مخصص لطلبة الثانوية الفنية وطلبة المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية. هتكلم فيه معاكم عن اختبار القدرات والشروط بتاعته، وهتكلم فيه عن معلومات مهمة هتفيدكم ان شاء الله، وكمان هنتكلم عن تنسيق المعاهد الفنية. وقبل ما ابدا الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه، لان الفتره اللي جايه هنزل فيديوهات كتير خاصه بالكليات وخاصه بالمنظومه التعليميه في مصر. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لاكبر عدد من الطلبه وكمان يفيدهم. واخر حاجه، تكتبوا لي استفساراتكم وتعليقاتكم تحت في الكومنتس، انا هرد ان شاء الله على كل واحد. اول حاجه بالنسبه لاختبار القدرات، زي ما اعلنت وزاره التعليم العالي عن موعد اختبار القدرات بالنسبه لطلبه تنسيق الدبلومات الفنيه وما يعادلها من شهادات. ان شاء الله موعد التنسيق الالكتروني هيكون يوم السبت الموافق 18/9، وهيستمر لحد يوم 20/9، بس التنفيذ الفعلي ليه هيكون يوم الاحد 19 وهينتهي يوم 21/9. وطبعا التنسيق ده هيكون مخصص لطلبة الدبلومات الفنية، وطبعا اختبار القدرات ده هيكون بس للكليات والجامعات الحكومية والتكنولوجية اللي بتشترط عشان تلتحق بيها. لازم تجتاز اختبار القدرات كمان بجانب ان يكون انك تكون جايب الحد الادنى قبول الكلية دي. بالنسبة لشروط اختبار القدرات، لازم تعرفوا ان مش معنى ان انت عملت اختبار قدرات في الكلية دي ونجحت معناها ان انت اتقبلت نهائي في الكلية. لا، القبول في الكليات دي بيكون على حسب المجموع او الاسبقية للمجموع، والمجموع ده اللي اقرته المجلس الاعلى للجامعات. قالوا ان هما بيسمحوا لجميع الطلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية الصناعية ان هم يتقدموا اختبار القدرات في الكليات زي كليات الفنون التطبيقية، فنون جميلة، كليات تكنولوجية، على حسب التخصص اللي هم وضحوه وقتها. وانا هنزل كل الحاجات دي دلوقتي. ان لازم الطالب يكون حاصل على 75% من مجموعه الكلي، وكمان الشروط دي ماشية على طلبة دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنان. اما بالنسبه لطلبه الثانويه الصناعيه، نظام الثلاث سنين برضو بيسمح ليهم ان هم يتقدموا لاختبار القدرات دي، بشرط ان الطالب يكون حاصل على 70% من المجموع الكلي. وعلشان ناس كتير بتحط امال عريضه على الموضوع ده، لازم تكونوا عارفين ان النسبه المقرره للطلبه هي 10% بس من مختلف الكليات على مستوى الجمهوريه، لحد ادنى 70% لكل طلاب تنسيق الدبلومات الفنيه. فلو الطالب كان لائق في اختبار القدرات ونجح في اختبار القدرات كمان كان مجموعه مستوفي الشروط، ساعتها ان شاء الله المجلس هيرشح له الكلية اللي هو كتبها في التنسيق. وكمان من ضمن الشروط ان الطالب يكون من خريج 2021، وكمان يكون حاصل على المؤهل في التخصصات اللي ذكروها في البيان. يعني ما ينفعش حد بره التخصصات دي يروح يقدم، هيترفض. ملحوظة مهمة جدا، أنا ذكرت الكليات اللي مفروض بيقدموا ليها طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية، لكن ما قلتش ان طلاب الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات مسموح لهم ان هم يقدموا لاختبار القدرات للكليات التكنولوجية فقط. فمهم جدا طلاب الثانوية الصناعية يكونوا عارفين وهم رايحين الكلية دي اذا كان مسموح لهم ان هم يقدموا فيها او لا. اما بالنسبه لخطوات تسجيل لاختبار القدرات، زي ما ظاهر قدامكم على الشاشه، ان الطالب بيدخل على موقع التنسيق وبعدين بيختار صفحه تسجيل وحجز اختبار القدرات. لو طلبه المدارس الفنيه بيكتبوا رقم الجلوس بتاعهم والرقم السري، اما طلبه المعاهد الفنيه فبيكتبوا كود التنسيق بتاعهم والرقم السري. بعد كده بتظهر لك بيانات الطالب اللي هي فيها رقم الجلوس واسمك. لازم تتاكد من البيانات دي اللي ظهرت لك كويس جدا، وان البيانات دي خاصة بيك. بعد كده بتظهر للطالب الكليات المتاحة فيها انك تعمل اختبار القدرات وفين مكانها والمواعيد المحددة ليها. وبعدين بتختار الكلية اللي انت عايز تروح تعمل فيها امتحان القدرات، وهو هيحدد لك الميعاد اللي هتروح فيه. بعد ما تخلص عملية التسجيل تماما، برضو ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، انت ملزم بان انت تعمل اختبار القدرات في الكليات اللي موجودة في النطاق الجغرافي بتاعك. يعني مش مسموح لك تخرج برا محافظتك وبرا نطاقك الجغرافي وتروح تعمل اختبار قدرات في كلية تانية لمجرد ان انت عايز تدخل الكلية دي.
مهم جدا هو تنساش ان انتوا تطبعوا الايصال اللي انتوا سجلتوا فيه كل الحاجات دي. الايصال ده بيكون فيه نوع امتحان القدرات اللي انت رايح تعمله، ميعاده امتى، مكانه فين، الكلية بتاعته اللي انت رايح لها، بيكون فيه كل المعلومات دي، فبتطبعه وبيكون معاك، بتروح بيه بالايصال ده، بتروح بيه الكلية اللي انت هتعمل فيها الاختبار. فده مهم قوي عشان الطلبة اللي بيبقى عندهم امال عريضة ان هم لما يروحوا كليات بره محافظتهم ان ممكن يوافقوا عليهم، ما تعملش ده لان انت كده هتخسر اختبار القدرات لانك مش هتعرف تقدم تاني. فمهم ان انت تقدم بس في النطاق الجغرافي الخاص بيك. حاجة مهمة جدا 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 يا جماعة، ما تنسوش ميعاد اختبار القدرات اللي هيتحدد لكم. فمهم جدا الورقة اللي تطبعوها تكونوا حاطينها كده قدام عينيكم وتعرفوا الميعاد بتاعكم ايه، عشان لو فاتكم الامتحان مش هتعرفوا ترجعوا له تاني. كمان لازم تعرفوا ان لو الطالب لا قدر الله ما نجحش في امتحان القدرات فهو مش مسموح له ان هو يعمل امتحان قدرات تاني، سواء كان في الجامعة اللي هو قدم فيها او لو فكر يروح يقدم في جامعة تاني باعتبار ان هو منجحش في دي فهيروح يقدم في دي. لا، هما مش هيسمحولك. حتى لو رحت الجامعة وعملت اختبار قدرات وجبت ورقة منهم انه يا جماعة انا الجامعة دي موافقة عليا، مكتب التنسيق مش هيسمح لك بحاجة بالشكل ده. فمهم جدا تعرف ان المواعيد المقررة بتكون مرة واحدة بس لكل نوع من انواع امتحانات القدرات. والصور المعروضة قدامكم دي فيها كل الكليات المتاح فيها اختبار القدرات المناسب ليكم. اما بالنسبه للتنسيق فزي ما شفنا الاماكن الشاغره لطلبه الدبلومات الفنيه في كل الكليات على مستوى الجمهوريه زي ما ظهر البيان. بالنسبه بقى للتنسيق فخطواته سهله، في خلال الساعات اللي جايه هيفتح باب التنسيق، فاللي هتعملوه ان انتوا هتدخلوا على موقع التنسيق وهتختاروا تنسيق الدبلومات الفنيه، وبعدين بتختاروا نوع الدبلوم بتاعكم ورقم جلوسكم. بعد كده هتظهر البيانات الخاصة بيكو من الاسم، الرقم القومي، المجموع الحاصل عليه وغيره. بعدها هتضغطوا على قائمة الكليات المتاحة لتسجيل رغباتكو، وكل واحد فيكو هيسجل الرغبات بتاعته. وبعدين بعد ما تخلصوا تسجيل كل الرغبات بتضغطوا على زر الحفظ وبتستنوا النتيجة ان شاء الله بتطلع لكم، ويا رب ان شاء الله كل واحد كتب كلية نفسه فيها تجيله. وزي ما قلت لكم ان الترشيح للكليات اللي هتظهر ليكم هيكون الاختيار على حسب الاسبقيه للمجموع بتاعك، وكمان لو انت كنت لائق وخلاص نجحت في امتحان القدرات. المهم ان انتوا تاخدوا بالكم كويس قوي من المعلومات اللي انا قلتها في الفيديو، وتاخدوا بالكم وانتوا بتسجلوا رغباتكم وتاخدوا بالكم من مواعيد امتحان القدرات. انا كمان هحاول الفتره الجايه ان انا انزل لكم فيديو ازاي تختاروا الرغبات بتاعتكم وهساعدكم ان شاء الله فيها. وفي نهاية الفيديو بتمنى لكل طالب النجاح والتوفيق وان تجيله الكلية اللي هو بيتمناها. لو في اي سؤال او اي حاجة اكتبولي تحت وان شاء الله هحاول اساعدكم على قد ما اقدر. بالتوفيق ليكم يا رب.